حياكم الله أحبتي المشاهدين. عندما يتحول البيت أو الحضانة أو المدرسة إلى مكان شاهد على تعنيف الأطفال بعد ما كان هو مصدر أمان لهم، فهذا يدل على أن هناك خطر كبير يجب أن يقف الجميع عنده. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا، سنناقش موضوع تعنيف الأطفال، ما هو أنواع التعنيف وكيفية حماية حقوق الطفل، وأيضا كيفية معالجة الطفل المعنف وكيفية التعامل معه. تفاصيل كثيرة سنناقشها بحلقتنا لهذا اليوم، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. تعرض الأطفال للتعنيف والاعتداءات اللفظية والنفسية والبدنية المختلفة على يد ذويهم في العراق يتزايد في السنوات الأخيرة، وتشير الأرقام الصادرة عن جهات حكومية ورقابية إلى التصاعد الملحوظ في حالات العنف ضد الأطفال من خلال تعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية تصل إلى حد التشويه والتعذيب والقتل. فإن تعنيف الأطفال يعد من المشكلات التي بدأت تتفاقم في المجتمع العراقي، ويعتبر شكلا من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، خصوصا مع غياب الرقابة والوعي المجتمعي والظروف الاستثنائية التي مر بها العراق من حروب وتداعيات نفسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية وحتى السياسية انعكست بشكل كبير على الأسر والمجتمع التي كان لها دور كبير بازدياد حالات العنف ضد الأطفال، بالتالي يدفع الأطفال ثمن تقلب هذه الأوضاع المعقدة بالعراق. والاعتقاد الكارثي أن التعنيف والضرب أحد أساليب التربية، خصوصا تزامن هذه الاعتقادات مع غياب القانون الذي يحميهم من الجرائم التي ترتكب بحقهم. وبحسب مختصين هناك حاجة ماسة لتفعيل الإجراءات التنفيذية وتشريع قوانين جديدة وفق متطلبات الحاجة ووفق ما توصل إليه المجتمع من عنف وسلبيات اجتماعية بكل مجالات الحياة. يجب وضع قانون يحمي الطفولة وتنفيذ العقوبات ضد من يعتدي على الأطفال، بالإضافة لنشر الأنظمة والأساليب التربوية الحديثة التي تضبط أسلوب التعامل مع الأطفال في الأسر والمجتمع والمدرسة. أحبتي المشاهدين، بعد ما رجعنا من التقرير، طبعا الأطفال هم نواة المستقبل، هم رجال ونساء وأمهات وآباء، وهم صانعو المستقبل. المشكلة وين؟ المشكلة في الفترة الأخيرة دا نسمع عن ظاهرة لتعنيف الأطفال بشتى الطرق، بحيث وصلنا إلى أنه لا يمر أسبوع دون أن نسمع حالة جديدة لتعنيف طفل من قبل الأب أو الأم أو زوجة الأب أو من الغرباء والشارع أو من طفل الطفل، يعني تفاصيل كثيرة وعديدة. المشكلة أنه هذه الظاهرة هي موجودة لكن ما كانت بهذه الحالة أو بهذه الكثرة. للأسف الآن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تضج بهذه الحالات، وهناك أكيد تعاطف كبير من المجتمع، لكن المشكلة دون أن يقومون بأي حل. والعنف هو شكل من أشكال انتهاك حقوق الإنسان، إذن علينا أن يكون هناك وقفة جادة، وهناك يجب يكون أكو قانون يحمي الطفل، يحمي حقوقه. طبعا صدم المجتمع، وهي آخر يعني حادثة قبل أيام الماضية، أنه هناك امرأة وهي تدعى زوجة الأب بتعذيب الطفل، وهذا الطفل كان عمره 7 سنوات اللي هو طفل موسى، وللأسف من شدة التعذيب وكان بصورة كبيرة يعني بشتى الطرق عذبته إلى أن وصل به الحال إلى الوفاة. والحمد لله أنه بعد الجهد والأبحاث وتم إلقاء القبض على هذه الإمرأة اللي عذبت هذا الطفل. المشكلة أنه هو طفل لا حول ولا قوة له، يعني ليش يتم تعذيبه بهذه الطريقة؟ ما عنده أي أذية، تقدرين أنه تركبيه بالطريقة اللي ترديها، ليش هالتعذيب؟ ليش أنه نوصل مرحلة أنه إحنا تكون ما عندنا رحمة؟
فإحنا علينا نكون هناك توعية كبيرة، هناك التفاتة كبيرة. المشكلة إنه إحنا كل فترة نسمع إنه هناك حالة، وهذه الحالة تكون موجودة في أذهان كل شخص، وكل سنة تكون هناك حالة هي شاذة وتكون عالقة بأذهاننا. وأيضا كنا سمعنا أنه شلون هناك امرأة رمت طفلها من أعلى جسر، هناك الأب اللي عذب طفل الرضيع، يعني هناك حالات كثيرة وعديدة للأسف. ومشكلة أنه إحنا دين إسلامي، والإسلام حث، ودين الإسلامي حث على أنه تكريم الطفل وتشريفه، و مثل ما ذكرنا انه هو طفل لا حول ولا قوة، لكن هناك اسباب. نريد نتعرف احنا وياكم على الاسباب اللي تؤدي الى تعنيف الاطفال. شوف الجواب احنا وياكم راجعين. من اسباب زيادة تعنيف الاطفال حقيقة هو وجود اباء وامهات غير معدين بشكل جيد لتربية ابناء وتأسيس اسرة. كثير من الاباء يعني ما يهتمون بهذا الرباط الاسري، وبالتالي الابناء ثمرة آباء يجهلون أساليب التعامل مع الأطفال، فضلا عن انتشار الأمية حقيقة وتفشيها. يعني هذه تخلي الآباء يعني والأمهات غير عارفين باحتياجات كل مرحلة يمر بها الطفل من مراحل حياته. أكو قضية مهمة جدا، وهي أنه لما تكون القسوة مبالغ فيها، ونسمع بحالات أدت بالأطفال يعني إلى تشوهات خلقية وجسمية، هذا مؤشر لغياب أو ضعف الوازع الديني عند البعض. يعني الابتعاد عن القيم الدينية، والابتعاد عن وصية نبينا العظيم صلى الله عليه وآله في أن نهتم بأبنائنا ونعدهم إعداد جيد للحياة وللمجتمع. هذه الأم اللي تقسي على الأبناء وتترك عاهات في أجسادهم، أو قد تصل بعض الحالات مو فقط تشوهات جسمية وعاهات، أحيانا تصل إلى حد الوفاة، منشأها غياب الجانب الأخلاقي أيضا أو الوازع الخلقي عند البعض. يعني أنه هو يستغل ضعف الطفل وعدم قدرته على رد الضرب أو رد الكلام اللي به ألفاظ تجرح مشاعر الطفل وتعنفه، وبالتالي ضعف قوة الطفل العضلية. هذه واحدة من الأسباب اللي تخلي تسلط الآباء أو تسلط الأمهات على الأبناء، واستخدام العنف الجسدي ضد الأبناء أو تجاه الأبناء من الأطفال حقيقة اللي تعرضوا يعني جراء قسوة الزائدة وغياب العاطفة تجاه الأبناء. يعني هي هذه الأم ما تحمل مشاعر الأم الحقيقية أو الحنو تجاه أبنها. أو بعض الأمهات يعني تعتقد بأنه هي ما تقدمه من تعنيف للأبناء هي تربية. التربية ليست العنف حقيقة، التربية هي أسلوب الحب والتسامح والسلام والوداعة مع الأطفال. هذا دور الأم حقيقة، ودور الأب أيضا. يعني نريد نضبط سلوك أبنائنا مو من خلال العنف، من خلال القواعد اللي نضعها مع الأبناء وبالاتفاق مع الأبناء، خصوصا الأطفال. الطفل يعني بمجموعة من الميزات إنه هو سريع التأثر وسهل التشكيل. إحنا نشكل الطفل مثل العجينة، إحنا قادرين على تشكيله بالشكل اللي إحنا نرغبه، ومعتمد علينا إحنا كراشدين في الحصول على حاجاته وإشباع حاجاته الأساسية. وواحدة من الحاجات الأساسية هو حاجته إلى الحب والاحترام والتقدير، وأسلوب التعنيف هو خالي من التقدير وخالي من الاحترام. تفشي القسوة بشكل كبير جدا عند معاملة الأطفال مؤشر لوجود آباء معنفين أو أمهات معنفات. يعني الأب اللي كان معنف هو يعنف أبنائه، وقد تحصل بعض الحالات النادرة أنه هو لم يكن في بيئة يعني فيها قسوة وفيها تعنيف، لكن يعنف أبنائه جراء ضغوطات العمل، جراء الفقر عامل مؤثر يعني يؤثر بشكل كبير. وبالتالي الآباء غير معنيين بمشاكلنا إحنا كراشدين أو كآباء وأمهات. هو ما معني بيك أنت كأب أو أنت كأم بأنه أنت ما عندك عمل أو أنت تعاني من فقر
أو أنت عندك مشكلات نفسية، هذه مشكلاتك أنت الاجتماعية والنفسية لازم تكون يعني بمنأى عن الأطفال. وبالتالي إحنا نعد الأبناء بطريقة قائمة على الاحترام والتقدير، لأن هذا العنف راح يعني حقيقة يولد عنف. الطفل المعنف راح يعنف رفاقه في المدرسة والأقران في الحي السكن اللي يسكن به. هذا العنف اللي يتعرض له الطفل حقيقة جريمة اجتماعية تتنافى مع الأخلاق ومع الدين. ابتعاد الآباء عن أساليب الحوار مع الأبناء أدت بهم إلى اختيار أسلوب العنف وأسلوب التسلط، وهذه الأساليب البالية حقيقة وبالها يعني تعود على الآباء بأخ يعني مخاطر منها أنه الأبناء ما راح يحملون أي مشاعر حب أو أي مشاعر إيجابية تجاه الأب والأم. وكثير من الأبناء عند ما يكبرون ما يهتمون بآبائهم، ما يهتم بأمه، ويتركهم يعني في دار المسنين، لأن هو ما نشأ على الحب المتبادل. يعني ماكو شيء اسمه حب من طرف واحد، ما ممكن الطفل يحب الأب أو يحب الأم إذا ما قدمنا له إحنا هذا الحب والاحترام والتقدير. وبالتالي هذا العنف يعني يحمل مشاعر سلبية، يعني مشاعر يبقى الطفل طوال حياته، يعني حتى من يصل إلى المراهقة والشباب هو يحمل مشاعر سلبية تجاه الآباء وتجاه الأسرة، يعني كرابطة اجتماعية أو كمؤسسة اجتماعية هو نشأ ونمى بها. بالتالي يعني هذا ما موجود من عنف تجاه الأطفال حقيقة يعني صورة بدائية للمجتمعات. يعني المجتمعات تطورت وأصبحت يعني في مرحلة تصل يعني إلى أنه الأبناء حتى الأطفال يشاركون في كثير من القرارات العائلية. الطفل جزء من هذه العائلة، وبالتالي هو يعني هذا الشخص يأخذ دوره الحقيقي، وإلا يعني ما الغاية من أنك تنجب أبناء وبالتالي تلجأ إلى تعنيفهم وضربهم وتوبيخهم؟ وهذا اللوم والتعنيف حقيقة آثاره سلبية وعواقبه وخيمة على الآباء أنفسهم في مستقبل حياتهم. أحبتي المشاهدين، طبعا تبدأ تتركب وتتكون شخصية الأطفال من عمر 3 سنوات إلى 6 سنوات. هنا الطفل عندما يعني شنو اللي راح يتعلمه من الأهل من المجتمع هو راح ينعكس بالإيجاب أو بالسلب حسب طريقة التعليم، تنعكس أولا للطفل وعلى الأهل وبالتالي على المجتمع. إحنا هنا للأسف الأطفال يدفعون ثمن الأوضاع اللي يمر بها العراق، يعني أوضاع اقتصادية اجتماعية سياسية أمنية، تفاصيل كثيرة وعديدة. الأطفال يعنفون بشتى الطرق، طبعا للتعنيف أنواع وأساليب متعددة، سنناقش موضوع أنواع التعنيف تباعا بحلقتنا لليوم. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه بعض الأهل يعتبرون أنه ممارسة الضرب على أطفالهم أو أن نخوفهم أو أنه نحبسهم أنه هذا أحد أساليب التربية الصحيحة اللي ستجعل من هذا الطفل أنه هو طفل واعي، طفل قوي الشخصية، طفل أنه راح يقدر يواجه المجتمع، تفاصيل كثيرة، وأنه يعتبره طريقة صحيحة وستقود الطفل إلى الطريق الصحيح. لكن هل فعلا هذه طريقة صحيحة وستقود الطفل إلى الطريق الصحيح؟ للأسف لا. عندما نمارس الضرب بحق أطفالنا، بحق أي طفل كان، مو فقط أطفالنا، طفل موجود شفناه بالشارع أو طفل إنه هو متسول أو أي طفل، ما نقدر إحنا وما لنا أي حق إنه إحنا نمارس العنف ضده. للأسف هنا ما راح يكون هناك طفل واعي وقوي، لا، سينشأ طفل هو عديم الشخصية، مهزوز، يكون تتولد عنده حالة نفسية، يكون منطوي على نفسه، ما راح يقدر يواجه المجتمع، ما راح يكون له صوت بالمجتمع. هنا الأب والأم وأي شخص هنا هدم شخصية الطفل، انمحت شخصية الطفل، خلص أصبح ما له أي دور. بعض الأطفال من يعني شدة تعذيبهم من قبل الأهل هنا راح ممكن يصبح مجرم بالمستقبل، لأن احنا قلنا هذه الأساليب ستنعكس أما إيجاب أما سلب حسب طريقة التربية أو طريقة التعامل بين الشخص والطفل.
طبعا الأطفال للأسف إنه يعانون من هذا التعنيف بشتى الطرق، وده يحاولون إنه يدافعون عن حقهم، لكن ما حد يقدر يسمعهم، ما حد يقدر إنه يحميهم. إحنا محتاجين إنه نحمي الأطفال، محتاجين إنه نطور من طريقة التربية مع أطفالنا. الأب يقول لك والله أنا طالع من الصبح لليل، وأني يعني معاني من الظروف الخارجية، يعني العيشة، شلون أوفر لقمة العيش لهم، شلون أني أقدر أأمن لهم مستقبلهم، بس مو بطريقة الضرب أني أأمن مستقبله، مو بطريقة إنه أني أمحي شخصيته حتى أقدر أكون له شخصية جديدة. ممكن هو يختلف زمن قبل، يختلف عن زمن الآن، إنه يقولك والله لا، الضرب هو اللي راح يقوي شخصية اللي يخليه رجال، أو البنية اللي حتخليه تسمع كلام. خطأ، هذه أساليب قديمة. إحنا الآن بفترة إنه نشاهد يعني تفاصيل كثيرة، العصر يعني السوشيال ميديا، والتعرف على ثقافات عديدة مع التمسك بثقافتنا ومع ديننا الإسلامي. لكن ممكن إن إحنا أيضا نطور من طرق التربية مع الأطفال. التخويف ما راح يخليه إنه يوصل إلى حل، لا أنت ولا الطفل. وبالتالي هذه أكيد أصحاب الاختصاص هم يدعون إلى تفاصيل كثيرة حتى شلون نقدر إحنا نربي أطفالنا، نستمع إلى كثير من الأحاديث حتى نقدر إنه نتفاهم مع أطفالنا، لأن الآن وقت إنه نكون أصدقاء مع الأطفال، أصدقاء مع الولد مع البنت، حتى نقدر إنه إحنا نحل مشاكلهم، نقدر إنه نشوف شنو المشاكل يعانيها يعاني منها، ونقدر نقاومه ونكون شخصيته قوية، بعكس أن تكون شخصيتها هي عدوانية وشخصية مهزوزة. حبيت المشاهدين يعني احنا نريد نسأل سؤال. مثل ما ذكرنا أطفال المعنفين بصورة كبيرة موجودين في العراق، مو موجود لا الصحة النفسية، ولا عندنا ثقافة انه احنا نتعامل بموضوعة انه هذا الطفل عندما عنف اصبح بحالة نفسية، حالة نفسية عندنا هنا في العراق انه هو خلاص مجنون. للأسف إحنا ما نمتلك هذه الثقافة، محتاجين توعية. لكن السؤال هنا، عندما يكون هناك طفل معنف، شلون أنا أقدر أتعامل وياه؟ مو فقط الأم ولا الأب، بصورة عامة كل المجتمع، شلون يقدرون يتعاملون مع الطفل المعنف؟ شلون إحنا نقدر نرجع شخصيته قوية وثقته بنفسه؟ نشوف الجواب إحنا وياكم وراجعين. فلا بد من القول هنا أن الطفل قد لا يشعر في بعض الأحيان أنه طفل معنف، ويستخدم هذا العنف هو شخصيا ضد الآخرين. فلا بد من تهيئة الطفل نفسيا واجتماعيا، ومحاولة كسبه إلى من يحاول أن يتعامل معه بطريقة صحيحة. فعلينا أولا أن نتبع طريقة توعية الطفل بمعنى العنف، وما هي الآثار المترتبة على هذا العنف، وهل هو طفل قد تعود سلوكيا على تقبل العنف ونقله إلى سلوكه الشخصي، بحيث أنه أصبح هو أيضا يعنف الآخرين. فلا بد من أن نؤثر عليه في هذه النقطة من خلال التوعية، ورفع التوعية لدى الطفل بمعنى العنف ومشكلات العنف وكيف ممكن أن نتخلص منه. فضلا عن ذلك أن نبعد الطفل عن الداعمين للعنف. يعني شنو هنا؟ خلينا نقول مثلا الطفل أصبح متنمرا على زملائه، على أصدقائه، لأن كل من يتنمر يحتاج إلى من يدعمه ويسانده في تنمره. فلا بد من إبعاد أولئك الذين يساعدون الطفل على أن يكون متنمرا داخل البيت، متنمرا داخل المدرسة. فإذا ما فصلنا عن، لأن هو يعتاد في سلوكه أن يكون، هو يعتاد في سلوكه أساسا بأنه الآخرين يعتدون عليه، فهو ينقل هذا التصرف والسلوك إلى طبعا على زملائه بسبب أولئك الذين يدعمون هذا السلوك. فلا بد من إبعاده عن الداعمين. بعدين كسر دائرة العنف، يعني من خلال أنه إحنا نريد نأهل الطفل، لابد أن نختار من سيقوم بعملية المعالجة وبعملية التأثير على الطفل. بهذه الطريقة نستطيع أن نجعل من الطفل مدركا وواعيا لحقيقة العنف، وبعد ذلك نبدأ بخطوات جديدة في التعامل مع هؤلاء الأطفال من خلال جملة نقاط أساسية أجملها بالآتي: إبعاد الطفل المعنف بشكل نهائي عن الشخص الذي صدر منه العنف قدر المستطاع. يعني مثل الأب الأم، نحاول أن نبعدهم لفترة حتى نجعل الطفل يعود إلى الحالة الطبيعية،
وأن نفهم الوالدين، لأنه لا يمكن علاج الطفل إلا من خلال الوالدين. فإذا كان العنف داخل المدرسة أيضا نبعد الشخص الذي قام بعملية العنف حتى نستطيع أن نعيد الطفل إلى سلوكه الطبيعي. ماكو طفل دائما يولد وهو عنيف ويستخدم العنف ضد الآخرين، ولذلك هذا الطفل الخائف، الطفل غير المستقر، لابد أن في النقطة الثانية أن نخلق له جو الأمان والاستقرار والاطمئنان، وأنا أعتبرها واحدة من مراحل العلاج المهمة التي يمكن أن نستعملها مع الطفل بهذه الطريقة لكي نجعل الطفل يعود إلى حالة التوازن الطبيعية. إذن الأمان والاستقرار والاطمئنان ضرورية للطفل. النقطة الثالثة، دائما خلي الطفل يتحدث عن مشكلاته وما يعاني من عند الطفل، يعني الأشياء اللي يضوج منها، الأشياء يعبر عن مخاوفه، سبب القلق مالته. هذا يعطي للطفل نوع من التفريغ الوجداني نسميه احنا، لمشاعره المكبوتة، لمشاعره السلبية التي يشعر بها، حتى يستطيع هو أن يغيرها بطريقة صحيحة بالاتجاه الصحيح فيشعر بالشعور الإيجابي. فضلا عن ذلك، في النقطة الثالثة، يجب أن ندعم الطفل نفسيا وعاطفيا. فالأطفال دائما يتكيفون مع الأوضاع الجديدة، ويحاول الطفل دائما نسيان ما تعرض له من مشكلات أو أزمات أو عنف مع الوالدين، وأن نحول يعني قدر استطاع سلوكنا في عملية تغيير سلوكه من خلال التمثيل أمامه، حتى يفرغ، أو هو يقوم بعملية التمثيل حتى يستطيع أن يفرغ هذه الشحنات السلبية الموجودة في داخله عن طريق التمثيل والتعبير. فضلا عن ذلك، أستخدم الرسم والألوان الهادئة التي تشجع الطفل على الاستقرار، ومن خلال هذا التمثيل ومن خلال القصة ومن خلال الألوان نستطيع أن نجعل الطفل يسقط مخاوفه وغضبه على ما قدمنا له من تمثيل ورسم، فنعرف من خلاله أن الطفل أنه هذا الطفل قد تنمر أو بعد يعيش في حالة المخاوف التي هو يشعر بها. لذلك هاي مهمة جدا، أنا أراها مهمة جدا، حتى نتعامل مع الطفل المعنف يجب أن نعرف من خلال التمثيل ونمذج سلوك الممثلين والألوان التي يستعملها كيف نفرغ هذه الطاقة النفسية السلبية، ومعرفة كيف نتعامل معه بطريقة صحيحة. بعدين نجد من الضروري في نقطة أخرى أن نشرك الطفل في بعض النشاطات والأنشطة داخل البيت إذا كان طفل دون سن المدرسة، أو إذا كان في المدرسة إشراك هذا الطفل بالألعاب، لأن الألعاب مهمة، الركض، الرياضة، الممارسات الجماعية، اللعب الجماعي، هذا كله يجعل الطفل يفرغ طاقته السلبية اللي موجودة في داخله من خلال اللعب مع الأطفال الذي يشعرون بالضحك ويشعرون بالمرح ويشعرون بالبهجة، ومن خلال هذا النوع من اللعب الجماعي، وتشوف الأطفال دائما ينسجمون في هذا فينسون مخاوفهم، وربما أن الجماعة لا تقبل أساسا السلوك العنيف الذي يستخدم التنمر الذي يستخدمه هذا الطفل، يحتاج الطفل على أن يضبط سلوكه داخل المجموعة. وهذا أيضا جرنا إلى نقطة مهمة، أن نضع قواعد للسلوك مع هذا الطفل المعنف والذي أصبح طفلا متنمرا. هذه القواعد يجب أن تبين له حدود تصرفاته، ما هو مقبول وما هو مرفوض، ما هو سلبي ما هو إيجابي. وهذا يعودنا للنقطة الأولى، هي نقطة الوعي التي يجب أن يفهمها الطفل ويفهم معنى العنف وآثار العنف المدمرة له وللمجتمع. أنا أعتقد هذه جملة النقاط الأساسية التي يجب أن نتعامل معها بهذه الطريقة، وأنا أجد أن هذه الخطوات التي إذا ما اتبعتها الأسرة في حياتها اليومية أو من هو مسؤول عن معالجة الطفل المعنف والتعامل مع الطفل المعنف سيجدون لك نوع من أنواع التغيير في سلوكيات الطفل. أحبتي المشاهدين، طبعا التعنيف إلى أنواع، تعنيف هو جسدي، تعنيف رمزي، نفسي، هناك أيضا العنف اللي يمارس في المدارس، لكن أبرز تعنيف اللي هو التعنيف الجسدي
واللي هو يمارسه الأغلبية. وللعلم إنه هذا التعنيف هو مو فقط مقتصر على فئة معينة، هو يتمارسه جميع فئات المجتمع، الفقير والغني وكل الفئات اللي يتمارس العنف. لكن الجسدي هو الأبرز حسب إحصائيات عديدة، ويعتبر وسيلة الأسهل والأسرع حتى إحنا نقدر نربي الولد للأسف. طبعاً ذكرنا أنه هناك العنف اللي يمارس في المدارس، نحن مقبلون على عام دراسي جديد، فعلينا أنه إحنا تكون هناك توعية بما يخص العنف. الشخص هنا الطفل هو عاش ببيئة معينة، سواء كانت بيئة إيجابية أو بيئة سلبية بما يخص محيط الأسرة، أكيد هذه الأمور كلها ستنعكس في محيط المدرسة، وحيكون هناك مختلف الفئات العمرية ومختلف الطبقات الاجتماعية ستكون متواجدة في المدارس. هناك الطفل السليم وهناك الطفل المعقد، هناك الطفل شخصيته قوية وهناك الطفل شخصيته مهزوزة، فعلينا أن نوازن الكفتين، علينا أنه هناك مسؤولية كبيرة تقع على المدرسة، شلون أنه إحنا نوعي الأطفال، شلون نحمي حقوقهم، شلون إحنا نقوم الأطفال بطريقة صحيحة، محاسبة الأهل. إحنا نفتقد لثقافة أنه إحنا المدرسة تحاسب الأهل إذا شاهدنا الطفل عندما يأتي المدرسة حالته غريبة، مستوى الدراسي نزل، عليه بعض الكدمات وغيرها. بعض الدول لا يحاسبون إنه الطفل من اللي يعني أثر به واللي خلاه بهذه الحالة، يصل تكون هناك محاسبة وهناك قانون يحمي. لكن إحنا في العراق غياب القانون نوعا ما هو دي يأثر سلبا على الأطفال للأسف. للعلم العراق كان هو من أوائل الدول اللي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل اللي أطلقتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989، اللي أطلقتها من أجل الحماية وتأمين حياة الأطفال. لكن للأسف بعد عام 2003 شاهدنا ارتفاع حالات تعنيف الأطفال بصورة كبيرة وبصورة لا توصف، ومثل ما ذكرنا بسبب غياب الوعي القانوني وتوعية ثقافية وغيرها من الأمور. للعلم أنه دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى نشرت قبل فترة إحصائية بخصوص تعنيف الأطفال، النساء، الكبار، لأن هو التعنيف مو فقط مقتصر على الأطفال، لكن حلقتنا اليوم مخصصة هي عن الأطفال. نشرت هذه الدائرة أنه إحصائية ما يقارب 1141 طفل معنف بين عامين 2021 و2022، وأيضا هذا في العراق بصورة عامة. وكانت محكمة استئناف بغداد الكرخية الأولى، وكانت لها الصدارة بهذا الموضوع برقم 267 طفل معنف. لكن أصحاب الاختصاص يذكرون أنه هذه إحصائية ليس دقيقة 100%، لكن العدد هو أكبر بكثير بسبب بعض الأهل وبعض الأطفال وبعض أنه هذه الأمور ما يكون هناك بلاغ يقدم للشرطة أو لمجلس القضاء الأعلى أو للقانون حتى يحميهم. أغلبها تبقى بمحيط الأسرة والخوف من المجتمع، الخوف من القانون وغيرها. بما أنه إحنا نشوف هناك خوف، يجب أنه إحنا نطبق القانون، يجب أن يكون هناك يكون هو رادع لهذه الشخصيات وهذه اللي يكون هي عديمة المسؤولية، أن يجب أن نحن نحمي الأطفال بشتى الطرق. بما أنه إحنا مثل ما ذكرنا دين إسلامي، دين واعي، دين يدعو إلى تكريم وتشريف الطفل، فأريد نعرف أنه ديننا الإسلامي كيف يرى وكيف يحث على معاملة الأطفال بصورة إيجابية. شنو رأي الدين الإسلامي بموضوع تعنيف الأطفال؟ نشوف الجواب إحنا وياكم راجعين. طبعا الدين الإسلامي الحنيف دين الرحمة ودين الرأفة، وقد تعامل مع كل المراحل العمرية للإنسان بشيء من التفصيل، ابتداء منذ أول لحظة يولد فيها الطفل. أوصت الشريعة بأن يكون هناك أذان بالأذن اليمنى وإقامة بالأذن اليسرى، حتى يكون أول صوت في أعماق الإنسان هو التوحيد وذكر الله تبارك وتعالى. بعد ذلك تأتي جدولة زمنية أنه للإنسان لهذا الطفل 3 أشياء على أبوه: أن يحسن اسمه أولا، ثم أن يحسن تربيته،
وتزويجه إذا كبر وبلغ مبلغ الرجال. وهذا أيضا جانب اهتمام آخر. الأمر الآخر أيضا أوصى ببناء الشخصية للطفل، يعني إذا كان هناك طفل أو طفلة أن يكنى أبو فلان أو أم فلان وهو طفل، هذا لبناء الشخصية وجعل هناك استقامة في التفكير وثقة بالنفس، وهذا أمر مهم جدا. الأمر الآخر أيضا جعل الأمور مستقلة، يعني هذا الطفل ممكن أن يكون له إرث خاص وممكن أن يكون له حصة خاصة وعمل خاص، وكل هذا معناه أنه الشخصية الإسلامية شخصية مستقلة، وهذا لا فرق فيه بين الذكر والأنثى. ومن ثم نرى هناك تعاليم لضبط حياة الإنسان مثل طريقة المشي ورفع الصوت وكيفية لبس الملابس وكل هذه الأمور التي تجعل الفرد المسلم يبدأ حياة عملية صحيحة منذ نعومة أظفاره حتى آخر لحظة من لحظات عمره. ثم نأتي إلى الجانب الآخر الذي ينظم التعامل بين الناس بين الأفراد، اللي هو كيف تعامل الصغير، أنه يكون يحس الإنسان عليه بالرأفة والعطف والمودة، مو أحبب الطفل وإن لم يكلك إنما الطفل على الأرض ملك، إن هذا إنسان بطبيعته لا يزال بريء ولا يملك أي فكرة سواء كانت متطرفة أو فكرة الحقد أو الظلم، لا يملك إلا الأمور الفطرية التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. لذلك ما نراه اليوم من ظاهرة تعنيف وتعذيب الأطفال والحالات التي حدثت هي حالات حقيقة لأناس شاذين وأناس منحرفين وأناس غادروا الرحمة ولم يألفوا المودة أبدا ولم يتربوا تربية إسلامية صحيحة. يعني الإنسان المؤمن الحقيقي حتى وإن لم يكن لديه أطفال فهو يحن على تلك الكائنات البريئة، فكيف بمن ملك طفلا وجاء به إلى الحياة يشعر بأنفاسه ويشعر برائحة شعره ويشعر باللمسة هاي البسيطة على خده، هي تجعل الإنسان مثل الشيء المهدئ وكأنه أخذ شيء من المهدئات. وإذا بنا نرى أناس قد نزعت من قلوبهم الرحمة فيتعاملون مع الأطفال تعاملهم مع المجرمين للأسف. هؤلاء يجب محاسبتهم وعاقبتهم بأشد العقوبة، العقوبة الجنائية، لأن هذا تعدي على إنسان وسلب حريته أو حياته في بعض الأحيان للأسف الشديد. نوصي الجميع بأن المجتمع الإسلامي هو مجتمع تسود بينه المودة، وفيه تعاليم لتنظيم العلاقة بين الجيران والأقارب والأخوة وبين الأبناء والآباء وبين الأمهات والأبناء، يعني لديه تعليمات في كل الجوانب. الاهتمام بها أمر ضروري حتى يكون المجتمع في أمان، لأن مثل هذه الظواهر تجعل المجتمع في قلق وعدم شعور بالاطمئنان والأمان، وهو أسوأ ما يمكن أن تمر به المجتمعات. والمجتمع الإسلامي يفترض أن يكون بعيد كل البعد عن هذه التصرفات، ولا يمكن نسب أي حادثة من هذه الحوادث إلى فرد مسلم إطلاقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي المشاهدين، إذا جينا وقارنا هذا الموضوع مع بقية الدول، طبعا كل دول العالم عندهم العنف والعنف اللي يمارس بحق الأطفال. العراق هو حالة حال أي دولة، لكن هناك فرق. بعض الدول هي فشلت في حماية الأطفال، وبعض الدول لا، حاولت تحمي الأطفال. للعلم ما يقارب نصف أطفال العالم هم معرضون للتعنيف، لكن مثل ما ذكرنا هناك دول حاولت السيطرة، هناك دول فشلت في السيطرة على موضوع حماية الأطفال. هناك دول صادقت على اتفاقية حقوق الطفل لتنصح على حماية الطفل من التعنيف ويحق الطفل أنه يحمي نفسه من العنف. من الدول اللي صادقت على هذه الاتفاقية مثل ما ذكرنا قبل قليل العراق، والآن
الأردن أيضا كانت من أوائل الدول اللي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل وتسعى جاهدة على تطبيقها بصورة قوية وبصورة جيدة. وللعلم الأردن هي من الدول اللي تولي اهتمام بقطاع الطفولة والاهتمام به بصورة كبيرة، وأيضا وضعت قانون وحدثت ببعض القوانين اللي تعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأطفال وتلبية احتياجاتهم، وأيضا الآليات اللي تدعو إلى حماية الأطفال وتفعيل القانون بصورة كبيرة كان لها دور فعال ونوعا ما تحاول تسيطر على موضوع التعنيف. لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه بعض الحالات تبقى في محيط الأسرة، تبقى بين الجدران، ما تظهر للعلن ما تظهر للعالم الخارجي. لكن نسعى بشتى طرق أنه نبحث ندقق نشوف هذا الطفل وين اختفى، شلون كانت وضعيته، ونحاول يعني السيطرة على هذه الظاهرة. من الدول الأخرى اللي تعاني من العنف أيضا بصورة كبيرة مصر. مصر تنتشر بها جرائم تعنيف الأطفال وقتلهم واغتصابهم وتفاصيل كثيرة وعديدة وانتهاك حقوق الأطفال بصورة لا توصف. لكن في الفترة الأخيرة كان هناك مشروع قانون لحماية الأطفال ونوعا ما تم المصادقة عليه، وهذا بوضع قانون هو إذا الطفل تم تعذيبه من قبل الأسرة من قبل المحيط الخارجي بأمور اللي تدعى نسبب له عاهة مستديمة، مثلا فقد البصر على أثر هذه الضربة، فقد أحد مفاصل اللي يستخدمها، كان أكو كدمات قوية، هنا سيعاقب الشخص أيا كانت صفته، أب، أم، أخ، أخت، شخص من الخارج. هنا راح يتم حبسه من 3 سنوات إلى 5 سنوات، وهذه عقوبة لكل من يمارس هذا الفعل بحق الأطفال. وأيضا إذا تم تعذيب الأطفال ووصول هذا الطفل إلى حد الموت، هنا تكون العقوبة هي 10 سنوات. إذن إحنا محتاجين نفعل بعض القوانين الموجودة في العراق. هناك قوانين لكن مثل ما ذكرنا هي قوانين قديمة تحتاج استحداث حسب الوضعية الموجودة الآن. فالسؤال هنا نذكره أنه كيف يرى القانون العراقي موضوع حماية حقوق الأطفال، ما هي حقوق الطفل، وكيف أن نحميه من التعنيف. نشوف الجواب إحنا معكم راجعين. بالنسبة لحقوق الطفل وفق القانون العراقي وبالنسبة للعقوبات اللي تكون ضد المعنفين للأطفال، صراحة هو بس قانون رقم 76 لسنة 1983 أتيح للطفل بعد بلوغ سن 9 سنوات انه اقامة دعوة جزائية بحق الشخص اللي معنفه حتى لو كان اهله، لكن قبل 9 سنوات ما يحق له الا بحضور والده. هنا طبعا ماكو حل، انه باعتبار انه الاب اذا كان هو المعنف او الزوجة او الوصي عنه هو الشخص اللي يعنفه، هنا ما رح يعني بصعوبة تعرفين بعاداتنا وتقاليدنا و يعني مجتمعنا بصورة عامة من الصعب انه الولد ياخذ ابوه يشتكي عليه، يعني هي ما ترهم. فانه من ناحية العقوبات ماكو اي عقوبات بصراحة خاصة بالاطفال، فقط قانون العقوبات العراقي سنة 111 لسنة رقم 111 لسنة 1969 انه يعتبر يا اما انه الضرب المبرح او الضرب المفضي الى الموت. طبعا هاي بحالات قليلة، يعني اغلب الحالات انه القانون بصورة عامة ما يدري بحالات التعنيف اللي يتعرضوا لها الاطفال. يعني مو انه غياب القانون بصورة عامة، لا، غياب تنفيذ القوانين من قبل الاهالي. زين بهذه الحالة انه الاطفال تعرفين الطفل لا حول ولا قوة، لا يقدر يتصل بمركز شرطة مجتمعية ولا يقدر يوصل انه مركز شرطة معين، بهاي الحالة شلون؟ فانه نرجع للنقطة الأساسية اللي هو يجب أن يشرع قانون العنف الأسري على مود العوائل ما تتهدم بهاي الطريقة، على مود أنه نحد من ظاهرة العنف ضد النساء وضد الأطفال بما أنه هم يعتبرون الشريحة الضعيفة داخل المجتمع، مستضعفين النساء، مستضعفين الأطفال. ليش؟ لأنه مجتمع ذكوري بصورة عامة، ولأنه ما من حقهم أنه
ينطون حتى رأيهم وبصورة عامة، وهو هذا حق من حقوقهم القانونية والدستورية والمدنية. فيجب وضع حل جذري، خاصة بعد الحوادث اللي دا نسمعها، قتل الأطفال، حرق النساء، حرق الأطفال مؤخرا، إذا سمعتي قبل أيام الطفل موسى، يعني من أبشع الجرائم اللي شفناها وشاهدناها، لأنه مو مجرد أنه من ضربة خطأ يتوفى، ولا أنه من جراء تعنيف معين، أو لأنه مثلا ضربته بغاية القتل، لا، هي ضربته يعني سبب وفاته نتيجة التعنيف المستمر. يعني هي كانت أساسا ما ببالها ولا مهتمة في حالة إذا توفى أو إذا ما توفى، مما سبب إلى وفاته، أكل توكل ملح، طعنة طعنات بجسمه، وما تهتم ولا تكترث الموضوع. شنو سبب هاي الحالات؟ وليش تزايد هاي الحالات؟ وهل من المنصف انه تكون الحضانة بهاي الحالات للأب؟ هل تهديد الأب بهذه الحالة يعتبر تصرف قانوني؟ يعني اتمنى وناشد الحكومة تصريح بإقرار قانون العنف الأسري، لانه جرائم تزيد يوم بعد يوم. اذا احبتي المشاهدين، قبل ما نختم حلقتنا لليوم يجب ان نركز ببعض النقاط المهمة اللي توصلنا لها خلال حلقتنا لليوم. اولا تحسين الوضع الاقتصادي، لان بتحسين الوضع الاقتصادي سيتحسن الوضع الاسري بشكل كبير. ثانيا يجب وضع حد عاجل وصارم بحق الانتهاكات اللي تمارس بحق الاطفال، وحفظ كرامة الطفل، وايضا تنشئة صالحة. ثالثا يجب تكون هناك توعية للأفراد، توعية للأهالي، يجب أن يكون هناك رقم يحدد ويخصص من قبل الجهات المعنية حتى يقدر الطفل يدافع عن حقوقه ويدافع عن نفسه. وأخيرا يجب أنه تنشئة أو تفعيل العلاج النفسي، وتكون هناك توعية من ناحية أنه الأطباء النفسيين شلون نقدر نعالج الطفل، وشلون نقدر أنه نتخلص من المشاكل اللي يتعرض لها أثناء التعنيف. إذا أحبتي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. ألتقيكم الأسبوع المقبل بحلقة جديدة وموضوع جديد. إلى اللقاء.